مع إعلان البنتاغون سحب جسر مساعدة غزة العائم بعد أن ضربته الرياح والأمواج، وصف الإعلام الإسرائيلي الأمر بالمحرج. وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الميناء العائم الذي كلف 320 مليون دولار وشارك في بنائه وتشغيله 1000 شخص، يشكل سحبه بعد أقل من أسبوعين من عمله يشكل إحراجا لإدارة بايدن. אנחנו פה על הים, תראו מה קורה למזח של האמריקאים, פשוט התנתק וממש מוצף, עוד מעט המשאית נופלת למים, הכל פה הולך לטבוע.